حب العب مع ايدي دائما. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا. صباح النور يا مين. صباح النور. صباح النور. صباح النور. شلونك وعد؟ مبروك الفقره الجديده. الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك على الصبح، يعني الواحد يكون متنشط. مستر نور، صباح النور. مستر صباح النور معك. انا صباح النور، مو تسلم على الناس. انا اوكي اسلم، سلم اذا مريان عادي يسلم، مو مشكله. يا مشاهدينا اهلا وسهلا بكم معنا. يعني فقرتنا اليوم راح نتكلم بها مثل ما عودناكم، او بدنا نبدا نعودكم بمعنى اصح على فكره التكنولوجيا. اليوم راح نتكلم عن، خلينا نشوف الصورة حتى نعرف عن شنو راح نتكلم. شوف الصورة، شو رايكم؟ عن شنو راح نتكلم امين اليوم بالتكنولوجيا؟ اكيد على شارج البطاريات. البطاريات والشحن. البطاريات وحفظ البطاريات. انت شلون بطاريتك على الصبح؟ ليه سافا ماشي الحال؟ اي واحدة من الثلاثة انت تعتبرها؟ الأولى. الأولى الخضراء. وعد شلون؟ الأولى بس الحمراء. الأولى من ثاني مايلة. جوستاف اي واحدة من الثلاثة انت؟ أخضر. أخضر يا ولد انت يا كبير. نور اكيد اخضر. اكيد اخضر. 24 الأحمر ساعه. الاحمر حلو هذا. لا عندي لا. باور بانك ماشي. طبعا شباب الكاميرا الاخضر، ودي اكو شيء اقوى من الاخضر كذلك. يعني يعطيكم الف عافيه مشاهدينا. بشكل سريع خلينا بعد اذنكم نشوف استخدام الاجهزه الصحيحه بالنسبه للتليفونات ولحفظ التليفونات وبطاريات التليفونات وبالتحديد الشواحن. الفكره دائما طبعا دا تكون بانه كيف نحافظ على بطاريات الهاتف. بطاريات الهاتف تم الحفاظ عليها، اول شيء اكو ثلاث نصائح اساسيه احب انطيها حتى من بعد هيك تكون النصائح التفصيلية مختصة بكل حالة. الفكرة الأولى اتباع نصائح الشركة المصنعة، الشيء المكتوب على علبة التليفون أو الشيء المكتوب على علبة الجهاز سواء كان تليفون أو غير تليفون، بنوعين البطارية الليثيوم والبطارية الصلبة. بكل الحالات فعليا الاهتمام يكون بالفكرة الأولى ألا وهي اتباع نصائح الشركة المصنعة. الفكرة الثانية من بعد ذلك استخدام الأجهزة الصحيحة. الفكرة اللي من بعد طبعا الأجهزة الصحيحة بأي معنى؟ معنى أنه أتوقع الفكرة الثانية يعني الأمثلة هي اللي راح توضحها. انتشرت بالسوق لمجموعة كبيرة من الهواتف مثل ما هو بشريف علمكم التفصيلات للكفرز أو حتى لأغلفة للأجهزة الذكية بس يكون بها شاحن. هذه اللي عليها علامات استفهام عديدة، لأن هي فعليا هل طابقت نفس الفولت المطلوب للتليفون؟ هل البورت او الفتحه الخاصه بها فعليا متطابقه مع الفتحه الخاصه بالهاتف؟ فكان اكو يعني كلام كبير له علاقه بهذا الموضوع، هل هي تطابق او لا تطابق؟ بس الناس مع الخيل يا شجره يعني امشي وعادي ومشيها. فلذلك يعني بين الامثله خلينا بعد اذنكم اشرح لكم هي بشكل سريع. الشواحن غير المطابقه، الشواحن الرخيصه ذات التصميم الذكي، يعني حتى اذا كان تصميم ذكي هذا ما معناته بانه هو راح يكون ذكي للهاتف، مثل الشيء طبعا اللي شايفينه وراي. الشواحن كذلك ذات التصميم العملي مثل أغذية الهاتف اللي شفناها، بدأت بتليفونات الأندرويد وبالتحديد بالنسخ الكبيرة من تليفونات الأندرويد وتطورت حتى وصلت إلى فكرة التليفونات فعليا اللي لها علاقة بأبل وبالشركة فعليا الكاملة. فكل شيء أي شيء لما نتكلم عنه نقسمه كنا إلى ثلاث أقسام، الفكرة الأولى الويندوز، الفكرة الثانية الأندرويد، والثالثة اللي هو الآي أو إس اللي هو نظام الأبل. الآن بعد يعني النزول الحاصل بنظام الويندوز اهتمام الناس ليكون بالنظامين الأول والثاني الأندرويد والآي أو إس، لذلك اهتمام الناس كذلك بشحن الهواتف بصورة عامة يكون داخل هذا النطاق. خلينا بعد إذنكم نبدأ بأبرز النصائح اللي راح يعني نعتمدها بشكل تفصيلي. النصيحة الأولى هي زيادة الوقت بين فترات الشحن، ما يكون أكو فترة شحن فعليا محددة. الفكرة الثانية إطفاء الجهاز. أنت شو علاقتك مع إطفاء الجهاز؟ ما دائما شغال؟ اي اكيد. وانت ونايم شغال؟ اكيد. وعد كوني احسن، ارجوك تكوني احسن. تذكرت بهي نصيحه شائعه انه بتطعم الولد بس كل ثلاث ساعات، طب واذا بكي قبل؟ اذا خلصت البطاريه شو بتعمل؟ هو لازم الولد ما يتعب حتى ما يتكافل. اذا بعد ذلك مشاهدينا رح نكمل مع اطفاء الاجهزه، وهذه اكثر طرق فعاليه للامانه، يعني اهتمام الناس رح يكون على المحافظه على الطاقه وعلى شحن الهاتف. طبعا ان لم تكن تنوي الاجابه على الهاتف وانت نايم خلاص، يعني طفي التليفون وريح راسك انت نايم، يعني رح تقعد ترد وترجع. طبعا هذا غير المضار اللي ممكن تكون يعني ماشيه بشكل متوازي مع الذهن ومع الدماغ وتاثير الموجات فعليا الكهرومغناطيسيه على الدماغ، يعني كل هالتفاصيل فعليا متاحه للمهتمين بصحتهم بهذا المقام. من بعد ذلك خلينا نكمل مع وقف البحث او ايقاف الخاصيه يعني المنوطه بالبحث عن الاشاره او الشبكه. عندما تكون طبعا في منطقه ذات اشاره سيئه او معدومه بكل بساطه راح يقوم الهاتف بالبحث بشكل مستمر طبعا عن الشبكه اللي انت تريدها، بس بالتحديد اذا كنت بمنطقه شويه الوضع بها مو جيد.
عالمنا العربي مليء بالارسال الجيد، هذا للاسف طبعا، لانه هذا اذا هو للاسف وشيء جيد، شيء جيد لان الخدمه تعتبر ممتازه، وللاسف لان هذا الامر ده يرجع على صحتنا بشكل شويه سلبي. هذه كذلك نصيحه سريعه. الفكره دائما اللي نحن نعرفها قبل ما تنام شو تسوي؟ تشك ونام. هذه 100% خطا. فكره شحن التليفون بشكل كامل او تفريغ التليفون بشكل كامل لازم نتجنبها مشاهدينا، لانه يعني راح تخلي البطاريه الهاتف لما تفرغ بشكل كامل وحتى ما تتعبى بشكل كامل تفقد فعاليتها مع الوقت. بطاريات النيكل مشاهدينا مثل البطاريات يعني القابله للشحن واللي نشوفها بالمتاجر ممكن يكون هذا الامر واضح بها، بس بطاريات الليثيوم مصممه اصلا يعني هي يعني جايه من المصنع اصلا مصممه على انه يكون شحنها مبكر وبشكل متكرر، فهي فعليا يعني معموله لهالموضوع، لذلك تشحن وتنام لا. يعني عادي ما مشكله انك تنام وانت منزل البرايتنس، طبعا رح نرجع لهالتفاصيل، البرايتنس اللي هي الاضاءه، ودائما بالنسبه للاجهزه اللوحيه اللي عندها مشكله بالبطاريه مع الاجهزه اللوحيه افضل شيء لحفظ البطاريه، وهذه الامانه انا جربتها بشكل شخصي. التابلت اللي كان عندي نزلت البرايتنس وما استخدمته يعني يا دوب استخدام بسيط كمل معي سبعة أيام هو تابلت، فطبعا لا مو هذا واحد ثاني يعني مو الجديد القديم من فوق يقول لي انا جديد، لا مو جديد، فالفكره لو مو جديد لا وكان مستويهم حتى نكون واضح يعني. اطفي خاصيه الاهتزاز فايبريشن دائما مثل ما هو متعارف، اذا ما بدنا نستعملها نطفيها. انت النور تستعملها ولا مع الطبخ ماكو امل؟ ما في ما بنطفي شيء. خير ان شاء الله. لا مو انت تسوي اشياء طيبه وتطفينا بعدين بعد الحلقه ناكل وماكو احد. زين تكلمنا عن كذلك الضوء الخلفي للهاتف. خلينا بس نلمح تلميح سريعا اشياء راح نتكلم عنها لاحقا، راح نتكلم ان شاء الله عن مجموعه كبيره من الهواتف اللي لشركات غير معروفه بس فيها ميزات عديده. واحدى هذه الميزات انه الهاتف بشاشتين وبنفس الوقت ما بي اي ادنى مشكله بانك تحافظ على البطاريه اللي بيه. اذا شلون صارت هذه الفكره؟ علامة الاستفهام هذه نفسها طرحت واتوقع راوية سابقا لما كنا قاعدين يعني بالفقرة السابقة لتكنولوجيا، سألت سؤال بأنه البطاريات اللي موجودة بالأبل فعليا الناس دا يهتمون بها بشكل مختلف، خصوصا بعد إعلان أبل بأن هي بطأت البطاريات للأجهزة القديمة بشكل معلن. إذا اللعبة كلها دا تكون على خاصية معينة تبطأ البطارية، الأمر اللي يخلي عملية الاستهلاكية عليها علامات استفهام عديده مما له علاقه بهذا المقام. اجعل مكالماتك قصيره امين. هيدا الاوبشن يعني خيار انت بتنقيه. صح. ايه. هو اصلا كل شيء نحن نتكلم عنه. هو القصص يمكن يلي انت نصحت فيهم لحاله 100%. واجمالا كل الاشياء اللي تكلمنا بها يعني مجالها بمكانين، يا اما يعني للاندرويد يا اما فوق بالسيتنجز الرئيسيه التول بار الصغير او بالسيتنجز العاديه مثل اي تليفون آخر. مثل ما تعودنا دائما فكرة البلوتوث، فكرة الواي فاي، أي خاصية موجودة بالتليفون كذلك نهتم بها. بالنسبة للتليفونات الأندرويد أكو خاصية موجودة كذلك بالأبل ولكن موجودة بالأندرويد بشكل متاح أكبر وأسهل بالنسبة للتول بار. أكو خاصية لها علاقة بالريدنج بالقراءة بشكل أسرع، تتحول الشاشة من شاشة بيضاء نسبيا إلى شاشة شوية مائلة للصفار، مريحة للعين، أنا أنصح بها بشكل مباشر، مريحة للعين ولها فوائد مميزة. زين إطالة عمر البطارية، نحن حفظنا على البطارية بس نريد نطول عمر البطارية بشكل سريع حعددها حتى ما فعليا اخذ وقتي. ابتداء البطارية الجديدة دائما مشاهدينا لازم اول شحنة لها تكون شحنة طويلة وحتى نتأكد من انه وصلنا الى القدر المطلوب. الفكرة اللي بعد ذلك ننظف النقاط الحساسة اللي موجودة بالبطارية، تعرفون الـ يعني اكو بعض التليفونات البطاريات بها ثابتة وموجودة جوه، هاي طبعا بها عدة اسباب او بها عدة نقاط. النقطة الاولى سكيورتي، فانت اذا شلت البطاريه فعليا ما حد يعرف انت وين، لذلك تامن على نفسك اكثر، بس هذه سوالف استخباراتيه احنا ما لنا علاقه. نستعملوها احنا ذي. اه والله؟ كثير مهمين نحن يعني. الفكره قول انت مهم انا على قدي. الفكره الثانيه مشاهدينا لما يكون يعني غير سكيورتي البطاريه، هذه طبعا هذه فكره سلبيه شويه، البطاريه اذا كانت موجوده داخل الجهاز تكلفتها بالتغيير راح تكون اكثر، اهتمام الناس بها راح يكون اكثر، لذلك كل هالصوره اللي امامنا اللي تبين بانه احيانا البطاريه تكون موجوده بلت ان بالتليفون، الامر هذا يخلي عليها علامات استفهام مو لطيفه. والشغله الثالثه اللي هي راح نتكلم عنها الان، اكو النقاط المعدنيه اللي موجوده بالبطاريه، من وقت الى اخر جماعه الاندرويد اكثر طبعا راح يهتمون بهالتفصيل، نفك البطاريه ننظفها نرجع نرجعها. اكو يعني عوالق من الغبار ممكن تكون، تفاصيل من هذا القبيل، جماعه الابل مريحين، انتم ما لكم علاقه، انتم رجل على رجل وحياتكم حلوه والتفاح الماكول منها. بس فعليا مكشوفين.
والله الكل أمنية مكشوف عندما تضعين نفسك بين أحضان جوجل سوف يعني أهلا وسهلا أهلاً. فهذا مشاهدينا بالنسبة للأفكار بشكل سريع وتجنب الشحن البطارية مثل ما ذكرنا ونرجع نأكد على هالموضوع بشكل كامل. ونقطة سريعة راح أذكر حتى يعني التجربة الشخصية اللي معاها تبريد البطارية. أنا لما كنت باليمن وصلنا إلى منطقة جزيرة جزيرة سقطرة كانت فدرجة حرارة وصلت بها إلى حوالي 42 التليفون صار قطعة من لهب شوي بوعت بالتليفون طفى حطيت على المكيف استوعب بدأ يستوعب أن أنا تليفون وأنا الحمد لله ماشي حالي وكذا فطولت السالفة شوية ولكن كانت الفكرة الأساس حتى كانت في تليفونات الأبل بعد الأس 4 اهتموا بأنه ممكن التليفون يقول لك خلص الجو حار أنا ما راح أكمل فهذه فعليا شفناها بس باليمن أنا ما شفتها بأي دولة حارة ثانية للأمانة. هذه مشاهدين النصائح بشكل سريع اسمحوا لي بعد ذلكم نتكلم عن أساليب الشحن الخارجية عن طريق الخلايا الشمسية اخترنا لكم فيديو لطيف لهذه الفكرة نشوف الفيديو ونرجع لكم. الخلايا الشمسية مشاهدينا طبعا الاهتمام بها ده يكون داخل الاهتمام بالفكرة الخضراء واهتمام بالتقنية الخضراء بالعالم ده نلاحظ بأن هذه الفكرة هي أحد أهم الأفكار اللي أكو اهتمام بها خصوصا بإدخالها بكل شيء بحياتنا مثل ما ده نلاحظ وجودها على الشنطة بشكل سهل اهتمام الناس اللي ده يكون واسع بهواياتهم خارج حدود المنزل ده نلاحظ بأنه حتى وجود الشواحن طبعا مثل ما ذكرنا نحن صح ده نعرض هذا الفيديو ولكن لازم نتأكد من أنه هذا الفيديو نفسه العرض الخاص اللي ده يكون به ده يكون كامل وواضح للمهتمين بنوع الشاحن بطريقة الشحن بأسلوب الشحن إذن لازم حتى إذا شفنا فكرة حلوة مثل ما ذكرنا أي شاحن جذاب شكله حلو هذا ما معناته أنه رح يعني ممكن يكون جذاب بس رح يتحول إلى جذاب بحق التليفون فالأمر إلى حد ما يعني شوية مو لطيف هذه الصورة أتوقع لازم تظل حتى نختم بها الفقرة تريدون يعني التليفونات تكون بطاريتها بهذه القوة وبهذه الحالة خلينا نحافظ على النصائح الأساسية اللي انطيناها والتركيز الأساسي إذا حسيتوا بأنه أكو كثير نصائح ما تقدرون تلحقون عليها اكتفوا بأول نصيحة أعطيناها ألا وهي الاهتمام بما تقوله الشركة المصنعة كونوا هكذا ولا تكونوا هكذا الكلام مو لكم الكلام للتليفونات شكرا جزيلا